بحسب تصريحات للسفير التركي في قطر، قال بأن هذه الزيارة ستشهد توقيع اتفاقيات على المستوى الثقافي، على المستوى التجاري، وأيضا الاستثمار والإغاثة والشباب والرياضة، ضمن أيضا الفعاليات الدبلوماسية والتنمية والصحة بين تركيا وقطر. أهمية هذه الزيارة باعتقادك، كيف ستكون هذه الزيارة إلى قطر هذه المرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟ هذه الزيارة مهمة جدا، لأنها تمثل استمرار الشراكة الاستراتيجية بين كل من قطر وتركيا، وانعقاد اللجنة الاقتصادية في يوم الثلاثاء القادم. وحضور الرئيس أردوغان لهذا الاجتماع أيضا يؤكد على أن هنالك استمرار في الاستثمارات المشتركة. تركيا بلد جاذب للاستثمار الخارجي وتدعم الاستثمارات الخارجية. قطر هي شريك قوي إلى تركيا في كثير من المجالات، خصوصا في مجالات البتروكيميائيات ومجالات الطاقة، وأيضا في الاستثمارات في نشاطات مختلفة في من قطاع التمويل والصحة والبنى التحتية، وأيضا هنالك فتح قنوات لاستثمارات تركية في قطر، وهي مقبلة على إنهاء مشاريعها بكأس العالم القادم. إذن تعزيز هذه العلاقات الاستراتيجية المهمة جدا تأتي في ظل الآن تحديات كبيرة من هجوم على الاقتصاد التركي والليرة التركية. وهذه الزيارة تدل على أن تركيا ما تزال الرقم الصعب وما تزال قوة إقليمية متنامية، الكل يحاول أن ينسق معها، وهذا هو المكسب الحقيقي لما يتعامل مع تركيا. طيب أيضا أخيرا في مسألة يعني انعكاس ذلك التعاون على الليرة التركية، دكتور يوسف، أنت تعلم بأن الليرة في وقت سابق تشهد كانت هبوطا وصعودا مقابل الدولار، ماذا عن انعكاسات ذلك الاتفاقيات وتلك الاتفاقيات إن كانت مع قطر أو حتى الإمارات ودول خليجية أخرى أو دول أخرى غير خليجية في مسألة الليرة التركية والاقتصاد التركي؟ تصريحات الرئيس أردوغان واضحة المعاني بأنه لا تراجع عن الاقتصاد الإنتاجي، وهذا يدل على أن لن يكون هنالك رفع للفوائد، وهذا سيكون بالنتيجة استمرار الضغوطات على الليرة التركية والاقتصاد التركي من لبي الفوائد الذي يريد من البنك المركزي أن يرفع الفوائد. لن يكون هنالك رفع لهذه الفوائد، وبالتالي هذه التذبذبات في العملة التركية والضغوطات ستستمر إلى فترة مؤقتة. هذه الاستثمارات المتبادلة واللقاءات الاستراتيجية بحاجة إلى وقت تعطي أكلها وثمارها. أتوقع أننا في بداية الربع الثاني أو نهاية العام الأول من العام القادم سنحصد نتائج كل هذه الاستثمارات، ولكن بحاجة إلى وقت وبحاجة إلى صبر. وأتوقع أن تركيا ستكون أقوى مما كانت، الضربة التي لا تكسر الظهر تقويها.